عبر الهاتف الأستاذ مساعد الدريس المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمواني أو نائب رئيس الهيئة العامة للمواني. أهلا بك أستاذ مساعد. نعم تفضل. مساك الله بالخير. في البداية، هل استثنت الخطة الجديدة بعض المنتجات أم تطبق على جميع المنتجات والسلع؟ أولا حياكم الله وبسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا هي الحقيقة لم تستثني أي من المنتجات لأن الوكيل الملاحي عندما يرخص له فهو معني يعني ما على السفينة من بضائع كاملة، سواء كانت حاويات أو بضائع سائبة أو سيارات أو مواد غذائية. عموما هي لم تستثني أي من المنتجات. طيب، تحدثنا عن أبرز التعديلات والتسهيلات اللي قدمتوها في الخطة الجديدة هذه. طبعا كما يعني أعلن سابقا هو قلصت العقار الفوري الحقيقة على 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 مستوى الوقت، حصل تقليص من 20 يوم أحيانا إلى يومين، ونعمل حاليا الحمد لله على تقليصها إلى 24 ساعة بإذن الله تعالى. يعني سنصل بإذن الله إلى أنه يصدر الترخيص الملاحي خلال 24 ساعة من تقديم الطلب. جميل. هذا على مستوى الوقت. على مستوى المستندات كان يعني كان الطلب على العديد من المستندات مثل السجل التجاري، شهادة السعودة، الغرفة التجارية وأشياء أخرى. صحيح. الآن فقط يدخل على منصة فسح ويقدم الطلب ويدرس خلال زي ما قلنا يومين، وإن شاء الله الآن يصير خلال 24 ساعة يصدر الترخيص بالموافقة أو في الرفض إذا كان هناك يعني عامل يؤدي إلى الرفض. جميل. أستاذ مساعد، بس عشان أؤكد على نقطة، أنه أنتم الآن تعملون أنه يكون 24 ساعة تعطون الأبروفد الموافقة النهائية بإذن الله تعالى، وسنعلن ذلك قريبا إن شاء الله. طيب، حدثنا عن دور اللجنة، لجنة تحسين الأعمال، تيسير في تطوير وتسهيل الإجراءات في المواني. نعم، طبعا لجنة تيسير هي اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، لا شك لها دور كبير جدا في تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وبالطبع تحسين بيئة الأعمال تلك الأنشطة، وهي يعني شريك رئيسي لنا في ما وصل ما تم التوصل إليه من سرعة الحمد لله إصدار الترخيص خلال يومين، وزي ما قلنا في ساعة. الآن الترخيص يصدر عن طريق منصة فسح، وهذه تابعة لنا مع شركة التبادل. الآن إحنا في مرحلة ربط مع منصة ميراس وهي التابعة لوزارة التجارة والمشرف عليها وزارة التجارة. جميل. بحيث إن شاء الله يتم إصدار الترخيص من خلال منصة ميراس، بحيث أن التاجر أو المستثمر يتم يعني يتم جميع إجراءاته من خلال منصة ميراس. طيب. فلا شك إنه يعني لجنة التيسير لها دور كبير جدا في تسهيل هذه الإجراءات. طيب، الآن هل طبق في جميع المواني أو بصيغة أخرى فقط في ميناء واحد طبق الآن اللي هو أو مواني واستثنيت مواني أخرى؟ لا، هو مطبق الآن في جميع الموانئ. ليس هناك استثناء، بالعكس احنا الان نسعى الى انه الان عندنا مثلا على سبيل المثال كل وكيل ملاحي يكون في ميناء معين. احنا في خطوه ثانيه برضو لتسهيل الاجراء ان شاء الله تعالى، انه يصدر ترخيص للوكيل يغطي جميع الموانئ، يعني لا يغطي ميناء واحد بل يعمل في جميع الموانئ، وهذا ان شاء الله حيعلن قريبا باذن الله. طيب، 5 مليون حاويه هي الطاقة الاستيعابية لمواني المملكة الخمس، أستاذ سلمان قلت خمس مواني؟ العام الماضي حوالي 5 ملايين حاوية من المواني، 9 موانئ. 9 موانئ. هل هذا يعني برأيك كمكانة المملكة، سوق المملكة، موقعها الاستراتيجي، الخطوات والتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة، هل هذا الرقم مقنع بالنسبة لكم؟ لا، ليس مقنع، بس خلينا صحح معلومة، هي ليست طاقة استيعابية. أنت قلت 5 ملايين هي طاقة استيعابية. هذه 5 ملايين هذا اللي تم مناولتها أو من الرصيف. أنت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية بالنسبة للحاويات 13 مليون حاوية. جميل. ليس 5 ملايين. 5 ملايين هو ما تم مناولته، وكان نوصل 6 مليون أحيانا، 6.5 مليون، لكن مع الركود الجزئي للاقتصاد وزن 5 مليون. طبعا احنا لا نطلع بالطبع الى انه الرقم يكون اكبر واكبر بكثير باذن الله تعالى. عشان كذا الهيئه العامه للموانئ تعمل الان باذن الله تعالى على جذب اكبر حصه من التجاره العابره، وهذا باذن الله تعالى طبعا بعد تعزيز القدرات اللوجستيه لها، انه سيكون هناك ارتفاع لهذا الرقم بشكل ان شاء الله يكون
مرضي للاقتصاد الكبير المملكة العربية السعودية. طيب 13 مليون الطاقة الاستيعابية وصلتوا للرقم هذا من قبل؟ لا ما وصلنا، لا 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 هذه الطاقة الاستيعابية لكن احنا ما وصلنا، وصلنا الى 7 مليون حاوية. 7 مليون حاوية ها. طيب يعني الجهود والآمال عليكم كبيرة أمانة، وبشهادة يعني المخلصين الجمركيين ورجال الأعمال واللي يعملون في الموانئ هناك تحسن ملحوظ وخفت كثير موضوع التكدس في المواني وكذا. سؤال أخير، بماذا تعد في المستقبل المنظور؟ يعني ما هي برامجكم في كل ما يتعلق بتسهيل الاستيراد والتصدير؟ نعم، أول شيء نتشرف بهذه الشهادة من الأخوة الزملاء اللي هم الحقيقة جزء من هذا النجاح، سواء المخلصين الجمركيين أو الوكلاء الملاحيين. الموانئ والهيئة العامة للموانئ الحمد لله تعمل الآن طبعا وفق لما يخصها من رؤية 2030 اللي هو تعزيز القدرات اللوجستية للموانئ السعودية. هناك العديد من المناطق اللوجستية اللي حتى إن شاء الله تنشأ في الموانئ، هذه حتكون عامل مساعد ومعزز لجذب زي ما قلت قبل شوية التجارة البحرية. هذا بإذن الله سينعكس إيجابا وبنسب مرضية لنا وللجميع بإذن الله. ونحن هنا في ساعة في الاقتصاد نتابع بإذن الله معكم مستقبلا كل التطورات. نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ مساعد إدريس، شكرا جزيلا لك.